السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ميرو، موقع جميل جدا بيخليك تنظم الأفكار بتاعتك. ممكن فريق العمل يبدأوا إن هم يفكروا في حاجة، فيبدأوا إن هم ينظموا ويحطوا المصادر بتاعتهم، يحطوا الأفكار بتاعتهم في مكان واحد، فده بيسهل جدا شغل، لأن هم كلهم يقدروا يفتحوا الملف ويقدروا يعدلوا عليه. ودلوقتي بقى في جزء كبير جدا من الـ AI موجود في قلب الموقع. يعني ممكن مثلا أنت بتفكر تعمل حاجة مثلا عن تعليم الأطفال، فتقول له انا عايزك تعمل لي كده خريطه ذهنيه لتعليم الاطفال، فيبدا ان هو ينشئها لك وتلاقيها جاهزه، مش محتاج ان انت تبذل جهد فيها وتنشئها من الصفر. لا، هو يبدا يعمل لك اهم الافكار اللي موجوده، بيبعت لشات جي بي تي او جيميناي وياخد الكلام وينظمه بشكل كويس جدا زي ما انت شايف، فيقدر ان هو ينشئ لك الكلام والصور في قلب المستند نفسه. طبعا ده في حاجات خاصة بالبروسنج ماب، في حاجات خاصة بالمايند ماب، في حاجات خاصة بالبرودكت بلاننج، في أشكال كتيرة جدا تقدر تعتمد عليها عشان تنظم الأفكار بتاعتك. طيب لو جينا هنا في ميرو، ممكن أجي هنا أقول له إن أنا عايز أعمل فريق جديد. طيب خلينا نقول له نيو بورد، كل واحدة من دول تقدر تدوس عليها فهو يعملها لك فاضية أو فيها تمبليت وتقدر إن أنت تعدل فيها زي ما أنت عايز. طيب لو قلت له مثلا مايند ماب، بيبدأ يجيب لي أشكال كتيرة جدا أختار منها. طيب خليني أقول له نيو بورد، تمام، وأقول له إن أنا عايز أعمل كرييتنج بورد. بص الموضوع بيبقى سهل جدا جدا في الشغل، وفي تمبليت كتيرة جدا، أشكال كتيرة جاهزة، بيقول لي اختار التمبليت اللي أنت عايزه. طبعا انت ممكن يبقى في المنصه بتاعتك او ساحه العمل دي فيها اكتر من شكل، فيها مثلا حاجات خاصه بال organization chart بتاعت الشركه، في حاجات خاصه بالفلوت شارت برضو جنبيها، البروديوس رود ماب موجوده جنبيها، الميتنج. طيب انا هقول له هنا انا عايز الحاجات المشهوره، هلا هنا عندي مثلا مايند ماب، عندي هنا اشكال كتيره، فلوت شارت، فيجوال تيبل. طيب خلينا نختار مثلا فيجوال تيبل، عمل لي فيجوال تيبل تقدر تعدل فيه، تزود فيه، تقدر تيجي هنا وتختار مثلا عايز تزود صف، تزود عمود زي ما انت عايز. اي واحدة فيهم تقدر تدوس عليها دبل كليك وتكتب اي تكست انت عايزه بطريقة جدا سهلة وبسيطة. لاحظ ان هو بيكتب لي اسم الراجل اللي بيكتب، لان ممكن كذا حد يكتبه في نفس الوقت، يعني ممكن انا وصديق ليا وحد في الشغل نبدأ نكتب في نفس الوقت، فبرنامج قوي جدا. طيب عملت انت مثلا الشكل دوت، اجي هنا اروح زيحه واجي هنا واروح هنا على تمبليت واقول انا عايز شكل تاني مثلا الشكل دوت، تقدر تزيحه، تقدر تصغره، يعني بعد ما عملت الشكل تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. تقدر بقى مثلا تقول انا عايز اعدل حاجة معينة، تعالى نيجي هنا اي تكست عايزه تقدر تدوس عليه دبل كليك وتكتب اي حاجه انت عايزها، تقدر تعمل لها مثلا لينك، تقدر تغير اللون بتاعها. تقدر تحط كومنت، تقدر ان انت تقفلها بحيث ان محدش يعدل فيها غيرك. ممكن تستخدم الاي اي تقول له انا عايز اعمل دوكومنت مثلا معين، برودكت بريف مثلا، او عايز اعمل ريسيرش. فبدأ كتب لي كل حاجه. تمام، هو بينطلق بقى مع نفسه بيعمل جنريشن، شاف الكلمه دي وخدها وبدا يعملها تعريف وحط اهم النقط والحاجات دي كلها، وتقدر انت تعدل، يعني انت مش ملتزم بالكلام اللي هو بيقوله. فكده الذكاء الصناعي بقى جزء من الميرو، بحيث ان اي لحظه محتاج ان انت تكتب حاجه هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط معاك. ماشي، ممكن اقول له انا عايز احط بس هنا ملحوظه كده معينه عشان ما انساهاش، عندك اشكال تقدر تحطها شيب. طيب انا زهقت من الاشكال ديت عايز شكل جديد، هقول له جنريت، فبيقول لي انت عايز بقى نجمه نوعها ايه، شكلها ايه، عايز تعمل مايند ماب، عايز تعمل كل الحاجات اللي انت عايزها تقدر ان انت تخليه يعمل لك الشكل اللي انت عايزه. يعني بقى في كرييت من خلال الذكاء الصناعي لاي شكل انت عايزه جوه الميرو. فتقدر تقول مثلا عايز فلوت شارت عن اونلاين برايز مثلا،
فور اركتكتشر تمام، وتقول له بقى ايه اعمل لي الحاجة ديت، يعمل لك الدياجرام تمام. يعني بقى الذكاء الاصطناعي مش محتاج ان انا اعمل كل حاجة مانوال، بدأ ان هو يعمل لي الفلوت شارت والمايند ماب اهو. انت متخيل القوة بتاعت الذكاء الاصطناعي لما نضيفه للميرو؟ يعني انا هعملها مثلا مانوال وانا متقن للموضوع دوت، لكن هو وفر لي وقت كتير جدا في الموضوع تمام. طيب خليني اقول له كلوز، عايزين نعمل فريم مثلا، عمل الفريم، تقدر تغير الاسم وتغير الشكل وتغير كل حاجة. طيب أنا عايز أضيف بقى حد من الأصدقاء عشان يكون موجود معايا، فألاقي عندي هنا شير، أبدأ بقى أدي اسم للبورد دوت، وبعد كده لا إما أضيف الإيميلات بتاعتهم لا إما أديله اللينك دوت فيقدر إنه يدخل. أنا أفضل إن أنت تكتب الإيميل، وتقدر تجيب الإيميلات دي من سلاك أو جوجل أو مايكروسوفت أو زتيم، أو تبعت للأصدقاء اللي أنت عامل معاهم بورد أكسس قبل كده. وممكن تعمل بابلش، بس كده بابلش دي هتبقى للناس كلها، الناس كلها تقدر تدخل وتعدل وتشوف تمام. طيب بيقول لي انت عملت حاجات كتيرة فالمفروض تعمل ابجريد، فانا اقول له ايه نو سانكس تمام، لازم الغي بقى الحاجات على اساس ايه اقدر اضيف حاجات اكتر. هنا بيقول لي بقى ممكن تعمل شات، هنا في حاجات ابجريد يعني الحاجات دي لازم بفلوس، وفي حاجات مجانية تقدر تضيف نوت، تقدر تضيف استيميشن تمام. فالخدمات اللي ببلاش بالنسبه لي كويسه، لكن ممكن حد يحتاج يشيل حاجه اكتر. في حاجات تيبل، في حاجات ان انت تضيف في سمارت شيت، في حاجات مايند ماب تيبل كامبان طيب. هنا ممكن تعمل اكسبورت البورت دوت بحيث ان انت تشوفه تسيفه كصوره كبي دي اف، كملف اكسل، كتسيف عندك في جوجل درايف. هنا دي بقى تعمل تحرك البورد دي لمكان تاني، تعمل منها كوبي بحيث ان انت عندك تعديل عليها. الفيو تقدر تشوفها باكتر من شكل، ممكن تقول له مثلا مش عايز دوت، مش عايز دوت، الجريد انا مش عايزها. فهنا البرفورمانس لو انت عايز الاين اوبجكت، بصراحة يعني حاجة قوية جدا. ده الكامبان هو بدأ يظهر معايا، اللي هو ان انت هتحط مثلا المهمة اللي انا هعملها هنا، المهمة اللي شغال فيها هنا، المهمة اللي خلصت. يعني ممكن اقول له مثلا ايه انا عندي مهمة النهاردة العب ماشي، بعد كده اسحب دي احطها هنا بس عشان انا هلعب دلوقتي، انا بلعب دلوقتي خلصتها راح حطيتها هنا وهكذا. الكامبان بتبقى قوية جدا ان انت حاطط التاسكات اللي انت ناوي ان انت تشتغلها، وايه اللي انت شغال فيها، وايه الحاجات اللي خلصت. فأتمنى تجربوا ميرو وإن شاء الله يعجبكم.